انت تعتبر نفسك الاول؟ كصوت؟ ايه؟ انا الاول. انت الاول. تصريح مهم. انا الاول. هيك شيء اريدك تقول، انت الاول احمد؟ انا الاول. انت الاول. متاكد؟ ايه. ومتيقن من ادواتي. ايه. هي شوف اكو كثير اصوات جميله من الاخوه المنشدين. صحيح. بس انطيني خامه مختلفه. انا مو نفسي اقول، انا مو اقول احكي عن نفسي. الناس هي هبه من الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين. انطيني خامه مميزه، خامه تمتلك تكتيك غريب، عرب غريبه. انطيني اكو اصوات جميله بس ضعيفه صغيره. احمد سؤال يعني هيك من باب انه طبعا انا اليوم جايب لك الاسئله مال الساده المتابعين المشاهدين خدمتكم بالانستغرام، وهواي يسالوني الباحه خدمتكم. يقولون احمد يتزوج مره ثانيه؟ اخ ايه ما تتزوج مستحيل. عندي ام يامين وقفل. عندي ام يامين هاي خاف وحده ببالها الها نيه حاطه عينها. مستحيل مستحيل. ام يامين يعني مو بس زوجه. نعم. أم أخيت. ربي يخليكم البعض يا رب. الله يعزك. ربي يخليكم البعض. الله يخليك. أحمد هم حبيت لو ما أخذت هاي التجربة. ما أخذت تجربة. إيه ما أعرف شنو. هي قصة. يعني أنا مو مثلا قليل مشاعر لا. لا. لا مليان مشاعر. رواية حاسسة. بس يعني أكو أمور. تبتعد عنها دائما. ابتعد عنها عن اسمك. ابتعد عنها حفاظا على اسمك وعلى وضعك. تعرف كثير من العالم يصيدون بالماء العكر، حتى اذا انت نيتك طيبه وصادقه وياهم هم راح يروجوها. يعني محمد الحلفي ينافسك في هالموضوع؟ محمد الحلفي صوت غريب وجميل، لكن محمد من الناس اللي ظهروا واللي طلعوا للمجال، مجال الانشادي، لقوني انا موجود. والدليل محمد ابو فضه اخونا العزيز، تحياتنا. كل مكان نقعد فيه من ينذكر اسمي هو يقول صوت، لان هو محمد صاحب خلق وطيب القلب وصاحب صوت جميل. يقول انا كنت حافي واسمع. يقول لي انا احمد، يقول لي انت كنت تجي للبصره مهرجانات ذاك الوقت. يقول لي انا اجي انتظر قبل لا تجي، انتظر جيتك بساعتين او اروح اجيب اقراصك الجدد. يعني هذا مو اسمعك. هذا لان هو محمد طيب القلب. صحيح. اول شيء وهاي يعني كجماليه صوت، صوته احلى من صوتك لو صوتك احلى. انت تقول هو صوته غريب. صوته غريب اي بس وين التميز بينك وبينه؟ التميز الخامه.